انظروا ماذا فعلت هذه المرأة عندما هجم عليها أسد وهي تصلي، معجزة كبيرة جدا، سبحان الله. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. يوجد العديد من القصص والفيديوهات التي نشاهدها يحمي الله فيها المصلين من الأذى والشر الذي يقترب إليهم أثناء صلاتهم وعبادتهم. وفي هذا الفيديو سنتعرف على سيدة قامت بالصلاة في إحدى الغابات أثناء سفرها، وبعدها وجدت أمامها أسدا فلن تتخيل ماذا حدث لها. فتابعوا معنا هذه القصة لتعرفوا أكثر. بداية القصة، هذه السيدة كانت تعمل سفيرة لدولة إفريقية وكانت تسافر باستمرار، وأثناء تجولها في إفريقيا كانت بجوار إحدى الغابات، فكان هذا الوقت المخصص للصلاة. ونظرا لأنها تعودت على الصلاة في وقتها وعدم تركها مهما كانت الظروف، فكان عليها البحث على مكان يصلح لها للصلاة بجوار إحدى الغابات. وبالفعل ظلت تبحث عن مكان آمن حتى تقوم بالصلاة فيه، لأنها سيدة وليست رجلا، لذا عليها البحث عن مكان آمن لا يوجد فيه أحد للصلاة. وبالفعل بحثت عن زاوية لإقامة صلاتها فيه، ووجدت زاوية هادئة ولا يوجد بها أحد نهائيا. وبالفعل بدأت المرأة صلاتها، وكان في هذا الوقت شاب يراقبها من بعيد بعد أن تعجب من موقفها في الصلاة والبحث عن مكان، وظل يراقبها. وبعد لحظات حدث شيء غريب لم يتوقعه شخص أبدا، فبعد أن سجدت وأغمضت عينيها وقامت عن السجود وجدت أمامها أسدا ضخما يحاول الاقتراب منها، وكان على بعد مسافة 5 أمتار فقط. فانزعجت هذه السيدة من الأسد، ولكنها استمرت في صلاتها وقالت بداخلها إذا حدث شيء وهجم الأسد عليها فهي قد تكون عرفت مكانها في الآخرة وسيكون مصيرها الجنة. وأثناء صلاتها كانت تنظر للأسد لتشاهد ماذا سيفعل، وكان الأسد يقترب منها خطوات قليلة حتى لا تفلت منه. هذه السيدة هو التي ستكون وجبة وفريسة له، ولكن السيدة تكمل صلاتها ولا تهتم بشأن هذا الأسد تماما، لأنها تترك أمره إلى الله عز وجل. وقامت بالدعوات لكي يبعد الله الأسد عن طريقها، وعند انتهائها من الصلاة وجدت الأسد قريبا منها، ولكن حدث أمر به معجزة من الله عز وجل، وهو أن الشاب الذي كان يتابعها أطلق النار على الأسد حتى يبعده عن السيدة. وبالفعل بعد الطلقات النارية ابتعد الأسد فورا وهرب، وهكذا قد نجى الله هذه السيدة من الموت المحقق. وبعده حكى لها الشاب أنه كان يتابعها أثناء صلاتها لأنه يريد التقرب إلى الله عز وجل، وبسبب متابعته لها أنقذها من الموت المحقق. رددوا معي: الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إذا أتممت مشاهدة هذا الفيديو لا تنسى عمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع الآخرين. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة لولو 7.